Welcome everybody to my channel. Today a new lesson for middle one about matter and its properties. Okay, let's go. Firstly, burning magnesium ribbon. شيت مغنيسيوم وبعمل له احتراق. طب يعني عندي مغنيسيوم مع اكسجين. مغنيسيوم ده اللي هو مادة شيت مغنيسيوم زي حديد نحاس كده. عشان اعمل له بيرنينج يبقى لازم فيه اكسجين. اكسجين هيلب ان بيرنينج، بيساعد في الاحتراق. اي حاجة تولع لازم فيها اكسجين. طب لو انا عملتهم مع بعض يطلع ايه؟ شوف كده هنا شيت المغنيسيوم بيولع، هتلاقي النار بتاعته عالية شوية و هيطلع لك في النهاية ايه. بص كده اللي هيقع على الترابيزة. ده يعتبر وايت باودر، بودرة بيضة اللي وقعت دي. بودرة بيضة من ايه؟ بالعالي كده مغنيسيوم واكسجين. هيطلع ايه لما يتحرق؟ طلع حاجة من اسمهم مغنيسيوم اوكسايد زي كربون دايوكسايد. كربون دايوكسايد يعني كربون وحرقته. كربون ده اللي هو ايه؟ الفحم. حرقته مع الاكسجين فيطلع لي كربون دايوكسايد. دي نفس الفكرة، مغنيسيوم مع اكسجين طلع لي مغنيسيوم اوكسايد. طيب ده ايه شكلها؟ وايت باودر. طيب بص بقى، اللي داخل في التفاعل اللي اتفاعلوا مع بعض بسميهم رياكتانت. اللي داخل اللي قبل السهم لازم اعمل لو في معادلة كده، دي اسمها ايكويشن، معادلة. اللي قبل السهم ده ايه؟ رياكتانت، يعني متفاعلات هيتفاعلوا مع بعض. طب اللي بعد السهم يبقى برودكت، نواتج اللي طالع من التفاعل. طب سؤال بقى، is this reaction a physical change or a chemical change؟ كنت اخدته زمان physical و chemical. physical change يعني انا عملت حاجة غيرت شكلها لونها واقدر ارجعه تاني، ده physical change. chemical change ان انا غيرت في حاجة وغيرت خواصها ومش هعرف ارجعها تاني. هل تفتكر بقى التفاعل ده ينفع يرجع تاني؟ مغنيسيوم اوكسايد ينفع يرجع شيت مغنيسيوم ويرجع اكسجين لوحده ولا لا؟ ما دام مش هيقدر يبقى ده ايه؟ كيميكال تشينج، تغير كيميائي. كمان لحاجة انه طلع لي ماده جديده ما كانتش موجوده، ده كان مغنيسيوم واكسجين، طلع لي مغنيسيوم اوكسايد. هل صفات ده نفس صفات ده؟ ده كان بيلمع، ده بقى بودرة بيضة، فالصفات اتغيرت. طب كان the components of the resulting compound be separated؟ هل مكونات اللي المركب اللي طالع ده ممكن افصلهم عن بعض؟ عملية صعبة، يبقى ايه؟ نو. طيب نبتدي بقى ايه؟ نخش في الدرس بقى. اللي فات كان مقدمة. مطر مادة، المادة حاجة من اتنين، يا بيور يا ميكشر. بيور يعني مادة نقية، يقولك المية دي بيور. ايه بيور ده؟ يعني يا اما إليمنت يا اما كومباوند. إليمنت زي ايه؟ زي مثلا ده ميركري، ده الزئبق. هل ينفع اقسم واطلع منه حاجة تانية غير زئبق؟ ما ينفعش. هل حتة حديدة ينفع تطلع منها حاجة تانية؟ يبقى ده إليمنت، مينفعش يتصغر، أصغر حاجة كده ده بيور. أما الكومباوند مركب، مركب يعني مادتين مع بعض، تلاتة مع بعض وعملوا مركب، زي في الإيه؟ في المعادلة اللي فاتت، مغنيسيوم أوكسيد، ده يعتبر كومباوند مركب، ركبنا حاجتين في بعض اللي هي مغنيسيوم وأكسجين. دي رسمة المية وده شكل المية. المية عبارة عن إيه؟ تو هيدروجين with one oxygen عشان يبقى H2O.
اتنين هيدروجين واحد اكسجين، فده يعتبر كومباوند. المية دي تعتبر نقية ولا لأ؟ ما دام معلهاش شوائب، مفيش تراب، مفيش أي مادة تانية معاها، تعتبر بيور. يبقى ال element من compound is pure. لكن المكشر بقى خليط، حاجة حطيناها على بعضها بس ما تفعلوش وطلعولي حاجة جديدة، زي مثلا شوية مية بسكر، مية بملح. السكر أو الملح بيدوب في المية، يبقى ده ايه؟ homogeneous mixture. homogeneous mixture يعني مخلوط متجانس، يعني ما بشوفهمش من بعض. السكر داب. امال مين بقى heterogeneous mixture اللي ما بيدوبش بقى؟ حطيت شوية رملة في مية مثلا، حطيت شاي في مية، الشاي اللي هو ايه الحب نفسه ده ما بيدوبش في المية، يبقى ده heterogeneous. شاي ومية المكون بتاعهم هيطلع لي شاي ومية، يعني ما طلعليش حاجة جديدة، حاجة تالتة، لا هو شاي ومية، مية وسكر، هيطلع لي مية وسكر، يبقى ده ايه؟ ميكشر. لكن هنا في الكومباوند كان بيطلع لي حاجة جديدة ما كانتش موجودة، مغنيزيوم واكسجين، طلع لي مغنيزيوم اوكسايد، وصعب ارجعه. لكن هناخد في الميكشر ان انا ممكن ايه افكهم وارجعهم تاني، زي ما ده كده هو بيطلع ايه التراب اللي نزله. ده يعتبر ماجيك ساند، دي رملة بس رملة ايه غريبة شوية، لما تحطها في المية كده بتدي الشكل ده، ولما اطلعها تاني ترجع بودرة تاني. مش علينا الكلام ده، بس بوريك ايه ان انا ممكن ارجعها تاني. تمام، رجل بقى في الرسمة دي عشان نكمل بقية الدرس عليها. قلنا البيور في element وفي compound. طب ايه element بقى تعريفه ايه؟ simplest pure form of matter، ابسط نوع نقي للمادة. يعني الاليمنت ابسط من الكومباوند، لان الاليمنت بيبقى عنصر واحد، حاجه واحده، اكسجين، ايرون، جولد، حاجه واحده. which can't be analyzed into simpler form، ما ينفعش احللها لابسط منها، ولا بفيزيكال ولا بكيميكال، ما ينفعش. يعني مثلا معايا 1 اكسجين، 1 اتوم اوف اكسجين، ينفع السما اطلع منها حديد ونحاس؟ لا، هي اكسجين، فدي ما ينفعش تتحلل، فده بسميها element اللي هم عندنا 118. طيب زي الاكسجين والميركري مثلا، ينفع يتفصلوا؟ قلنا ما ينفعش، يبقى كانت بي سيبريتد. دي معلومات اللي عن الاليمنت. طب الكومباوند، substance which is formed from combination of two or more elements. يعني كومباوند عبارة عن اتنين اكتر من الاليمنت اتحدوا مع بعض. يعني الكومباوند عبارة عن اتنين تلاتة اربعة، المهم ايه، اكتر من ايه، اكتر من واحد element واتحدوا مع بعض. لما قلنا هيدروجين والاكسجين وعمل لي ووتر with constant mass ratio، يعني بنسب وزنية ثابتة. يعني رمز المية ايه؟ H2O، يعني two hydrogen with one oxygen. ينفع العكس؟ ينفع two oxygen مع one hydrogen يعمل لي ووتر؟ ما ينفعش، لازم هما كل اتنين اتش يتحدوا مع واحدة او، يبقى كده ايه عمل لي ووتر. ما ينفعش الووتر يبقى مرة كده ومرة كده، نسب وزنية ثابتة. can be separated chemically، ده ينفع افصله بقى بطرق كيميائية، بطرق ايه هناخدها. ده مثلا الفيديو ده نشوفه كده، ده ميرتيت اوكسايد اللي في الصورة، ده ميرتيت اوكسايد لونه ريد. طب وعندي ووتر، بس الووتر ده ايه مثال تاني، ده يتفصل ازاي؟ حطه على النار. طب هيحصل ايه؟ بص كده اخر الانبوبة بلا في بابلز، في اوكسجين اللي طالع الناحية التانية اوكسجين، يعني الميركري اتفصل عن الاوكسجين، ودليل ان الاوكسجين راح هناك. تمام، لو عايز تتأكد كمان، الاكسجين قلنا بيساعد في الاشتعال اللي خلى الايه المغنيزيوم يولع، فانا لو حطيت ايه حاجة ايه قول كبريت ولا حاجة عند الاكسجين، الاقي الحرارة بتزيد. انا مش عليا الحتة دي، بس عليا اعرف ان ايه ميتريك اوكسايد بيتفك، او ده يعتبر كومباوند. طب اتفك ازاي؟ هيت، عشان سخنت فاتفك، بدل ميتريك اوكسايد
ميرك لوحده وكلوجين لوحده. اور الكتريك، الكتريك دي بقى طريقة ما تنفعش في الهنا. طب فكر معايا، هل المية لو انت حطيتها على النار وغليتها، هل الدخان اللي طالع ده هل ده هيدروجين لوحده واكسجين لوحده، ولا ووتر فيبور بخار مية؟ ووتر فيبور بخار مية، يعني اللي طالع ده مية. بدليل لو حطيت عليه على غطا حاجة ساقعة بتاع، هلاقي ايه، في نقط مية تيجي عليها، يبقى اللي اتبخر ده مية. يبقى هل المية ينفع تتفك باي هيت؟ ينفع تتفك الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده باي هيت؟ ما ينفعش. ميتريك اوكسايد نفعت معاه الطريقة وباي هيت، لكن المية تتفصل ازاي؟ واحد عايز يفصل الاكسجين عن الهيدروجين، في طريقة بقى اسمها الكتروليزس اوف ووتر، اللي هو تحليل كهربي زي الرسمة اللي عندنا دي. ده كده ايه، مكهرب المية، يعني مكهربة بجهاز اسمه هوفمان فولتاميتر. هوفمان فولتاميتر اباراتس، يعني جهاز يوزد تو الكتروليزس اوف ووتر، يستخدم لتحليل المية. تحليل المية يعني هيفكلي المية، طلع الهيدروجين لوحده والأكسجين لوحده. فعندي المعادلة بتاعتها الإكويشن، قلنا اللي داخل ده يبقى اسمه ايه، رياكتنت، واللي طالع برودكت. فأنا عندي 2H2O طلع لي 2H2 بلس O2 طلع لي 2 جزيء 2 مولكولز اوف هيدروجين اند 1 مولكول اوف أكسجين. طب يعني ايه برضو؟ بص على الرسمة دي كده، هنا ووتر وهنا بيعملها تحليل كهرباء، يعني مكهرب المية. طب بص على الفاضي هنا وهنا، هل الفاضي ده زي ده؟ مش زي بعضه، الفاضي مش المية. بص على الفاضي، الفاضي اللي طالع هنا أكتر. ليه بقى؟ هو رمز المية H2O، يعني كم هيدروجين؟ 2. ال 2 دي اللي بعد الرمز بتبقى ايه، بتاعته. الاو في حاجه مكتوبه بعدين؟ مفيش بعدين، يبقى معنى كده ان هو 1 وال 1 ما بيتكتبش. يبقى 2 هيدروجين واحده اكسجين، يعني كل واحده اكسجين محتاجه 2 هيدروجين. فانا لما افكهم هيطلع لي هنا 2 هيدروجين وهنا واحده اكسجين، ده كل جزيء ميه. طب الميه دي مش جزيء واحد، ده كتير. يبقى هنا كمية الهيدروجين تطلع أكتر من كمية الأكسجين، يبقى هنا ده ضعف ده، لأن في 2 هيدروجين في الجزء الواحد و 1 أكسجين في نفس الجزء. لما تكون كده أنت إيه، مركب تلات حاجات مع بعض، 2H وواحدة O. لما أجي أفكهم 2H تحطهم على جنب وواحدة O على جنب، بقى مين أكتر؟ كمية ال H. فكل ما تفك واحدة تطلع لك 2H قصاد واحدة O، فكمية الهيدروجين دبل الأكسجين. تمام، يبقى الكومباوند ينفع يتفك يا إما بهيت زي ميركري أوكسايد أو بإلكتريك زي ووتر. طب مقارنة برضو ما بين إليمنت وكومباوند، السي دي إليمنت ولا كومباوند؟ إليمنت ده عنصر. طيب أو تو، واحد يقول لي دول اتنين أو يبقى أحطهم كومباوند، هما اتنين اه، بس هل الاتنين دول مختلفين ولا نفس المادة؟ نفس المادة، او مع او، يبقى ده ايليمنت. وده شكل الاكسجين في الطبيعة، مفيش وحدة او تقعد لوحدها. كربون ينفع، لكن الاكسجين ما يقعدوش واحدة لوحدها، لازم اتنينات. طب او ثري، واحد يقول لي لا ده بقى كومباوند، لا مش هما التلاتة او، يعني تلاتة نفس الحاجة، يبقى ده ايليمنت. مين او ثري ده بقى؟ ده الاوزون، ده الاوزون. لو ما سمعش عنه، اللي بيقولك في طبقة الاوزون حاجة كده في الجو اسمها اوزون. طيب عايزين نسميهم، لما كان بيبقى عندي الفالنسي وكنت بقول ان دي واحدة بدل واحد، دي كنت بقول عليها ايه، مونو فيلنت. هنا اقول عليها مونو اتوميك، لانها جاية من كلمة اتوم، ذرة واحدة، فدي ذرة واحدة يبقى مونو اتوميك. طب ذرتين زي الفالنسي بتاعته كان داي فيلن، هنا اقول داي اتوميك. طب ما تقوليش تراي بقى هنا، لان انا ايه هاخد بقى ايه 3 4 5 اي حاجه بقى نفس العنصر ومجتمعين مع بعض، بقول عليها بولي اتوميك، يعني اكتر من ت من 2.
يعني ده عديد بقى، ده ناس كتير بقى مع بعض، مش هقعد اعمل 3 و4 و5، لا هي 1 و2 والباقي يبقى كتير. فبولي اتوميك. طب الكومباوند عندي سي اتش 4 من الرسم كده، يعني واحدة سي اللي في النص دي ومعها كام اتش 4. ده مين ده بقى؟ ده ميثان، ميثان سي اتش 4. ممكن تقول لك اكتب الرمز بتاعه، ده هي المفروض تحفظ الايه، قلنا الاليمنت، المرة دي بقى بتحفظ الكومباوند، المركبات دي اسمها ايه وبتركبها كام وحدة ايه سي وكم وحدة اتش. من الرسمة كده كام وحدة سي؟ واحدة. عشان كده جايب لك سي كاتب جنبها ارقام، مفيش، يبقى كده ايه دي واحدة. الاتش كاتب جنبها ايه؟ 4، يبقى فيه 4 اتش. ده ميثان. طب ده HNO3، ده نيتريك اسيد، نيتريك اسيد 1 هيدروجين 1 نيتروجين اند 3 اكسجين. طب اللي اي حاجة بقى فيها حرف السي فيها كربون بقول عليها اورجانيك، طبيعي عضوي. لما كده يقول لك انا بحب اكل الحقيقة الخضار يكون اورجانيك، يكون عضوي، يعني مش معليه معلوش اضافات، معلوش سماد زياده بتاع، حاجه طبيعيه، ده اورجانيك. اي حاجه فيها ايه كربون لو الاتش يبقى اورجانيك، ما فيهاش يبقى ان اورجانيك. ده فين؟ في الكومباوند، خلي بالك. طب موليكولار فورمولا، فورمولا اللي احنا ايه الرمز ده، قلنا بدل ما اكتب كلمة ووتر ممكن اكتب رمزها اللي هي ايه H2O. فدي اسمها فورمولا، symbolic formula expresses the number and the type of atom in the molecule. يعني ايه الرمز ده؟ بيبين لي عدد ونوع الاتوم. نوع الاتوم ان هيدروجين واكسجين، مثلا لو قلنا على رمز الميه هيدروجين واكسجين، ده كده نوع الاتوم. والنمبر كم هيدروجين في رمز الميه؟ 2، وكم او؟ 1. يبقى الرمز ده او الصيغه الكيميائيه دي بتعرفني عدد ونوع العناصر اللي في الجزيئه او في المركب. طب الاورجانيك كومباوند اللي قلنا فيها حرف الايه السي، عشان كده ممكن اسميها اسم تاني كربونيك كومباوند، مركبات كربونيه. احنا خدنا سي اتش 4 ده يعتبر ايه واحدة سي واربعة اتش، يعني كلهم كام؟ كلهم 5. طب في ممكن اكتر؟ قالك اه may have several thousand of atoms، ممكن بقى توصل لالاف الذرات. زي مين؟ ايه المركب اللي فيه 1000 ذرة مثلا؟ زي بلاستيك بوليمر، المنتجات اللي هي البلاستيك دي استخداماتها. فالحاجات دي ممكن ايه الموليكول بتاعها يبقى كبير، عنده ايه الاف من الاتوم. ممكن بلاد هيموجلوبين، ده ايه كرات الدم الحمراء بتشيل حاجه اسمها هيموجلوبين، يقول لك الهيموجلوبين في الدم ناقص مثلا، يبقى عندك انيميا. فالمولكيول الواحد بيبقى ايه فيه الاف الذرات. وفيتامين دي، فيتامين دي يقول لك اقعد في الشمس كده الصبح بدري عشان جسمك يبقى ايه فيه فيتامين د. فيتامين دي ده بيعمل ايه؟ ريجوليت كالسيوم. انت بتشرب لبن، بتاكل جبن، بيض بتاع، يبقى فيه كالسيوم، فهو بينظم ايه الكلام ده، كالسيوم اند فوسفورس ليفل ان ذا بلاد تو بريفنت ايه بقى؟ اوستيوبوروسيس ده اللي هو ايه هشاشة العظام اللي احنا ايه بنجيبها من الحاجة الساقعة، المياه الغازية اللي احنا بنشربها دي. فاللبن والحاجات دي بيساعد ان يمنع هشاشة العظام، تمام. طب يبقى دول ايه؟ ايه الامثلة دي؟ كلهم اورجانيك او كربونيك، لكن عدد الذرات اللي فيهم كتير قوي بقى، ولا 1 ولا 2 ولا 3، كتير قوي. طب نيجي بقى الميكشر، الخليط substances composed of two or more substances that are not chemically combined، يعني اكتر من عنصر كذا حاجه مع بعض بس مش متحدين، مش مرتبطين ببعض. Their component can be separated by physical methods as، يعني ممكن افصلهم بقى. احنا قلنا في الكيميكال
او في الكومباوند صعب ان انا افصله، صعب ان انا افصل الميه عن بعضها الا بالكهرباء، صعب ان انا ايه افصل ميتريت اوكسايد الا بالحراره. فدي كانت صعبه، لكن هنا بيقول لك بفصلهم بطرق فيزيكال، طرق سهله زي فلتريشن فلتره، ماجنتيك سيبريشن يعني جذب او فصل مغناطيسي. انا معاك ايه شويه حديد وقعوا في الرمله، هتطلع الحديد ازاي من غير ما توسخ ايدك؟ ممكن بالمغناطيس. ايفابوريشن تبخر، سخن الحاجه تتبخر. كوندنسيشن تكثف، ان انا بحول الحاجه من جاز لليكويد. هنشوف امثله على ايه على الكلام ده، بس الاول ايه هوموجينيوس ميكشر وهيتروجينيوس ميكشر. هوموجينيوس اللي قلناه في الاول ان انا ما بعرفش اشوفهم من بعض، زي ملح وميه سكر وميه ما بشوفهمش. سولت سوليوشن يعني ملح في ميه، ده ممكن افصله عن بعض. اولا its components can't be distinguished with the naked eye، يعني مكوناته ما بقدرش اعرفها بالنظر كده. داخلين في بعض، لازم تدوق الميه عشان تعرف دي ميه بسكر ولا ميه بملح. ليه؟ لان السكر داب، يبقى مكونات ما بتتشافش بالعين المجرده، مش هعرف اميزهم بعينك العاديه. لكن كان بي سيبريتد باي، ممكن افصلهم بايفابوريشن او كوندنسيشن حسب الايه السوليوشن اللي عندي. لقينا ده سولت سوليوشن ميه بملح، لو حطيتها على النار قالت الميه هتتبخر تطلع فوق في الانبوبه دي، ولو انا عايزها تاني هعملها كوندنسيشن هكثفها، يطلع لي الميه هنا وفي الدرع الكبير ده هنا يفضل الملح او تفضل السكر. فدي الحاجات اللي ايه كده فصلتهم عن بعض، الرملة هنا واللي والمية في الكوباية اللي بره. ازاي عملت ايفابوريشن وبعد كده كوندنسيشن؟ ممكن اقول ايفابوريشن بس لو انا مش عايز المية، المية اتبخرت وفضل الملح. طب انا عايز المية اعملها كوندنسيشن، ان انا اكثفها، ان انا اوديها على حاجة ايه تكون ساقعة شوية، يعني الانبوبة دي مثلا هتبقى ايه بعيدة عن الحرارة، فتعتبر ابرد شوية من الدورق ده اللي على النار، فيبقى البخار بتاع المية اللي طالع ده هيتحول يبقى مية تاني. ده زي ما بيعملوا تحلية مياه البحر كده، المية تتبخر المية تتنقل هنا والملح يفضل في الجنب ده. طب هيتروجينيوس زي ساندين ووتر، رملة في مية، شفنا الماجيك ساند، بيتشافوا ولا ما بيتشافوش؟ بيتشافوا. components can be distinguished with naked eye. طب افصلهم ازاي؟ filtration يعني عندي رملة بمية، لو انا جبت ورقة ترشيح، جبت حاجة قطنة، على ايه مين اللي هينزل؟ المية نزلت. طب الرملة نزلت ما نزلتش ليه؟ ما عرفتش تعدي من القطنة او من المنديل. زي كده الفلتر بتاع بيتنا مثلا، الفلتر ده الشمعة الاولى دي بتبقى الورق بتاعها ده عشان الرملة ما تعديش، لو في رملة ولا حاجة ما تعديش منه. فهو نفس الفكر، جيب كوباية كده وقمع كده ورقة اعملها قمع واحط فيها منديل قطنة، وجيب كوباية مية وحاطط فيها شوية رملة، هلاقي المية تنزل واحدة واحدة والرملة تفضل فوق، يبقى انا فصلت الاتنين على بعض. اسمها ايه الطريقة دي؟ فلتريشن فلترة. تمام. معلومة اخيرة بقى، لايف ابليكيشن، ان من ايام الفراعنة كانوا بيستخدموا مواد كيميائية، يعني كانوا عارفين في الكيمياء دي من زمان. فعندي مثال، بلو داي is a chemical compound whose molecule consists of. بلو داي اللي هو الصبغة الزرع، يعني الرسومات بتاعتهم ما كانتش كده ايه خطوطه بس، لا ده متلونة. ايه اللون بتاعها؟ زي اللون ده بلو، ده مركب متكون من ايه بقى تركيبه؟ 1 كالسيوم 1 ACUD كبر، ايه الاس دي؟ عندي 14 اتوم اوف سلفر و 10 اتوم اوف اكسجين، يعني مركب كبير. ده اللي عاملين لي ايه الصبغه الزرع اللي هم لونوا بيها المعابد بتاعتهم والرسومات بتاعتهم. يقول لك ان انشنت ايجيبشن يوز بلو داي، استخدموا الصبغه دي بقى عشان المعابد او رأي البرد دي الحاجات بتاعتهم. طب موجوده حاليا؟ موجوده، بس فين؟ نوبيان فيليج،
نوبيان فيليج اللي هي القرية النوبية يعني، تعتبر ايه مزار للسياح يعني بيجوا يتفرجوا عليه. تمام، نحاول نعمل التفريعة كده احنا ايه نسمحها لنفسينا، نكتب مطر ونشوف هنكتب تحتها ايه، يا بيور يا ايه يا ميلشر. البيور إليمنت وكومباوند، ميلشر هوموجينيوس وهيتروجينيوس. حاول احنا نلخص الدرس كده ونعمل التفريع دي عشان ايه يخش في دماغنا. تمام، وان شاء الله نلقاكم في درس اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.